وينضم إلينا من دبي عبر الهاتف على الهواء مباشرة الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. دكتور علي، بعد التحية، كيف تقرأ حكم محكمة العدل الدولية الرافض للمطالب القطرية التي زعمت وجود تمييز عنصري تجاه القطريين المقيمين في دولة الإمارات؟ حقيقة نحن في الإمارات طبعا باعتبارنا دولة قانون ومؤسسات قدمنا كل الأدلة التي تدحض كل الادعاءات القطرية في كل المحافل الدولية. أما حكم المحكمة حقيقة فنحن طبعا كما أوضحت وزارة الأمور الخارجية والتعاون الدولي والمسؤولون في الإمارات أن نحن طبعا قدمنا كل ما يثبت أن الإمارات عاملت الرعاية القطريين وفقا لأحكام القانون الدولي، وهم أحرار كما تفضلتم بالتقرير لتجوال في أبو ظبي والإمارات كلها ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، حتى أن الجامعات على استعداد لاستقبال الطلبة القطريين إنهم رغبوا في ذلك. نعتقد دائما أن تلفيق هذه مثل هذه الأمور ليست إلا للاستهلاك الإعلامي ومحاولة تحريك الرأي العام في كل مناسبة، ولكننا مصرون على أن الشرعة الدولية يجب أن تسود وأن كل الحقوق سوف تعود إلى الأخوة القطريين باعتبارهم أشقاء أولا وأخيرا. نحن هنا لا نتعامل مع الشعب القطري وفقا لمعاملة الند بالند، لكن نعتبر أن الأشقاء في قطر أخوتنا أعزاء وطبعا تربطنا بهم أواصر الكثير من دكتور علي من الواضح الآن أن نظام الدوحة يحاول الهروب من إيجاد حل لهذه الأزمة. ثبت للجميع على مدى الأشهر الماضية أن هذا الهروب لن يأتي بحل للنظام القطري. متى يعي النظام هذه الحقيقة؟ حقيقة أنت سألت سؤال صعب، متى يعي؟ الآن مرت سنة وأكثر على موضوع القطري والأزمة القطرية، ولكن يبدو أن هناك تعنتا واضحا في السياسة القطرية لمحاولة إثبات الضد بالضد. قلوبنا مفتوحة، وكما قلت حتى في الدول الأربعة سواء كان في مملكة البحرين أو في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية المملكة العربية، نحن لازلنا نؤمن بأن وشائج القربة والأخوة العربية لازالت موجودة، ويمكننا الجلوس على طاولة المباحثات والمحادثات، ولكن إن تنازلت أو تراجعت الدوحة عن خطوطها التي فيها طبعا كثير من الدعم للإرهاب ومحاولة تفخيخ وتفجير المنطقة بأكملها. الأخوة في قطر والقيادة السياسية في قطر بحاجة إلى إعادة النظر في كل هذه الأمور لأجل حماية المصالح المشتركة لكل الأطراف، سواء نحن أو الأخوة في قطر. إذن من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.